بالأهداف تعجب هي أنها جمع أسرة رجال ونساء الشرطة المتقاعدين وربط الصلة بينهم، الدفاع عن أرامل رجال الأمن وأبنائهم، اليتامى من أبناء رجال الأمن، والسعي من أجل رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي إذا أمكن، مع تقديم المساعدات المادية والمعنوية لأبناء المتقاعدين وأراملهم والدفاع عن حقوق المتقاعدين وحمايتهم. خلق أوراش متعددة ذات المنافع الإنسانية والاجتماعية للمساهمة في تقوية روح المواطنة والتضامن الاجتماعي. تقديم المساعدات للأبناء المعاقين والأرامل تاع رجال الأمن المتقاعدين ورجال الأمن بصفة عامة، سواء كان لأنهم إذا كانت أرملة كتدخل في ضمن الجمعية، رغم أن رجلها يكون كان عامل كان موظف في رجال الأمن ومات وهو يزاول مهنته، لأنه كيتحسب من رجال الأمن والأرملة كتحسب أرملة من رجال الأمن حتى هي مرحبا بها وفات الولد، وأبنائهم كذلك نقدم لهم المساعدات إذا أمكن. نحاول نحل المشاكل ديالهم الاجتماعية والإدارية، نحاول ربط العلاقات والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وذلك لتفعيل الأهداف الجمعية. نحاول تنظيم إن شاء الله محاضرات، رحلات، لقاءات، حفلات ثقافية، باش هالفئة من المواطنين نحسهم أنهم مازال عندهم اللي كيتهلا فيهم وعندهم اللي كيجمعهم، ماشي أنه نخدموا ذاك المصطلح اللي كيقول موت قاعد، يعني مات وهو قاعد، لا، احنا هذيك موت قاعد أو لا موت قاعد لكي أولها في كلمتين، بغينا نخليوها دائما أونكتيف حيوية، عفوا على الكلمة لأن كاين مصطلحات. من الأهداف تاع الجمعية كذلك تقوية العلاقة والتعاون والصداقة والأخوة مع الجمعيات، سواء كانوا مع الجمعيات رجال المتقاعدين، كانوا الجمعيات على أشكالها، سواء كانت من المملكة المغربية الشريفة أو غيرها من الدول الشقيقة والصديقة فيما يخص المجالات الثقافية والاجتماعية والخيرية. تلتزم الجمعية بالإبداع عن كل ما هو سياسي أو نقابي أو ديني متطرف. الجمعية ديالنا من الالتزامات ديالها أنها الإبتعاد عن كل ما هو سياسي أو نقابي أو ديني متطرف. ومن الأهداف ديال الجمعية أنها تحاول تحل المشاكل نتاع بعضياتها.